حاسس بملل من المذاكره ومش عارف تعمل ايه، تقول لنفسك انا مش قادر بقى، بلاها مذاكره كله محصل بعضه واذاكر ليه اصلا، او حاسس ان الوقت خلاص بيضيع منك، واللي ذاكر ذاكر خلاص واكيد ربنا مش هيساويك بالناس اللي ذاكرت من اول السنه، بقالك 10 ساعات بتذاكر درس معين وبرضه مش فاهم حاجه، وعاوز بعض النصائح العمليه اللي ما فيهاش تنميه بشريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم ام اس كي من قناه يلا انجليزي، وحاولنا في الفيديو ده نجمع بعض الكلام اللي ممكن يكون يشجعك في الفتره ديت قبل امتحانات الثانويه العامه، ويلا بينا نبدا الفيديو. واحد كان بيحكي عن نفسه بيقول ان الناس حواليه كتير جدا كانت بتقول له ذاكر علشان تجيب الدرجة اللي انت عاوزها، ذاكر علشان تخش الكلية اللي انت عاوزها، ذاكر عشان تبقى في كلية قمة، لحد ما جه في يوم من الأيام الكلام ده بدأ يأثر عليه بالسلب. فوالدته جت قالت له بص يا ابني، ذاكر علشان ترضى، ذاكر علشان تكون خدت بالأسباب، ذاكر علشان من النتيجة تطلع ما تكونش ندمت على حاجة، ذاكر علشان ترضى. أكيد كتير مننا بيحس بالملل وهو بيذاكر. لما تكون بتذاكر مادة معينة، أكيد طبعا في اليوم الواحد مش هتذاكر مادة واحدة، حاول تخلي اليوم متقسم لأكتر من مادة، مادتين أو ثلاثة، وفي المادة الواحدة حاول تحدد جزئية معينة، يعني مثلا أنت في الإنجليش هتذاكر اليونت ده والفصل القصة دوت، بعد كده هتكون قفلت الإنجليش مش هتفتحه تاني النهاردة، أو في الأحياء أو في البيولوجي هتمسك مثلا الباب ده هتخلصه ومش هتذاكر حاجة تانية في الأحياء النهاردة، لأن الدماغ مش هتقبل أكتر من كميات محدودة في مادة معينة. وخلي فترات المذاكره بتاعتك مش متواصله، قسمها 45 دقيقه بعد كده ربع ساعه بريك، 45 دقيقه بعد كده ربع ساعه بريك، وخلي بالك ان البريك ده بيكون بريك فعلي، يعني ما تجيش في ال 15 دقيقه تاخدهم راحه دول تمسك الواتساب وتفضل تتكلم مع ده وترغي مع ده او تلعب لعبه معينه او كده، لا خلي البريك راحه استرخاء، تفضي دماغك خالص من اي حاجه، تتمشى، تتكلم مع اهلك في البيت، لكن ما تخليش دماغك متشتته بحاجه معينه. اوعى تذاكر وانت عاوز تنام، لان المذاكره وانت عاوز تنام هتخليك تفصل بسرعه وهتخليك تحس بالملل. ذاكر في مكان هادي، ولو عاوز دوشة حواليك ما تشغلش أغاني، ولكن علي صوتك وانت بتذاكر، وانت بتذاكر اسمع صوتك، استخدم بقك واستخدم ودانك واستخدم عينك، لأن لما تستخدم أكتر من حاسة وانت بتذاكر المعلومة بتثبت أكتر. لو عاوز تذاكر وتسمع حاجة اسمع صوت نفسك وقول بصوت عالي، واشرح لنفسك الجزئية كذا مرة، حاول تعمل كأنك انت المدرس وبتشرح لنفسك، الموضوع ده هيخلي الملل يتكسر وهيخليك تركز أكتر. حاول تبدأ مذاكرة بالمادة اللي انت بتحبها وبتفهمها بسرعة وبتحس ان انت بتنجز فيها، ده هيخليك عندك دافع وما تحسش بالملل، وحتى جوه المادة ابدأ بالجزئية اللي سهلة بالنسبة لك. ناس كتيرة جدا بتشتكي انها بقالها في مدة كتيرة جدا من الزمن بتذاكر الجزئية دي، لكن هي مش قادرة تفهم، بقاله 10 ساعات 15 ساعة وهو مش قادر يفهم الجزئية دي بتتكلم عن ايه اصلا. طب تعال نشوف مع بعض ايه السبب في حاجة زي كده. المشكلة ان احنا بنذاكر واحنا مش مركزين، سامع صوت حد بيقول انا ببقى مركز وانا بذاكر، لا طب تعال نشوف الحاجات ديت، هل انت مركز وانت بتذاكر ولا لا؟ جاوب بصراحة، هل انت بتذاكر في مكان هادي بعيد عن الدوشة ولا المكان ده فيه دوشة كتيرة؟ هل وانت بتذاكر فاتح مادة تانية جنب المادة اللي بتذاكرها، يعني فاتح عربي وجنب كتاب الانجليزي او كتاب البيولوجي؟ هل وانت بتذاكر الدنيا حواليك مترتبة ولا الدنيا بايظة والكتب متنطورة هنا وهنا؟ هل وانت بتذاكر الموبايل جنبك ولا انت سايبه بعيد؟ هل وانت بتذاكر بتفضل تبص على الساعة وتشوف انت بقالك قد ايه بتذاكر؟ لو اي حاجة من دول بتحصل حواليك يبقى انت مش مركز، وطبعا لو حصلت حاجة من دول يبقى انت كده حاجة من الاتنين، يا اما انت بتضيع وقت عشان بس ترضي ضميرك وتقول انت قاعد قدام الكتاب وبتذاكر وبتعمل اللي عليك، يا اما انت مش عارف اصلا الحاجات دي بتعمل لك تشتيت. فلو حاجة من الاتنين دول لا، ابعد عن الكلام ده كله، ذاكر في مكان هادي، لو عايز تسمع صوت اسمع صوت نفسك، ما تمسكش الموبايل، ما تبصش في الساعة كتير وتشوف انت فاضل لك قد ايه، ما تحطش مادة تانية جنب المادة اللي انت بتذاكرها، وذاكر والدنيا حواليك مترتبه، ما تذاكرش في وسط لخبطه، ذاكر واعمل اللي عليك، لو عملت الحاجات دي ان شاء الله ربنا يفتح عليك وهتركز اكتر وهتفهم بسرعه. ناس كتيره جدا برضو من الطلبه بيقولوا ان الوقت ضاع وخلاص، ده فاضل اسبوعين، هذاكر ايه؟ هل هخلص ايه؟ وحتى لو ذاكرت ربنا هل هيساويني بالناس اللي بدات من الاول؟ لو انت مش من الناس ديت احمد ربنا على النعمه اللي انت فيها، ولو انت من الناس دي يبقى انت اكيد ما سمعتش عن قصه سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ كان من سكان المدينه واسلم على ايد سيدنا مصعب بن عمير سفير الاسلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعته علشان يدعو للاسلام في المدينه، ولما سيدنا سعد بن معاذ اسلم، اسلم على ايده بنو عبد الاشهل جميعا. طبعا ناس كتيره جدا دخلت في الاسلام لما هو اسلم، وشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوه بدر وغزوه احد، واستشهد في غزوه الاحزاب، ولما استشهد سيدنا سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن، والحدث ده احنا ما سمعناش ان هو حصل مع اي حد تاني من الصحابه، رغم ان هو اسلم بعد سيدنا ابو بكر واسلم بعد سيدنا عمر واسلم بعد كتير جدا من اوائل الصحابه اللي اسلموا. فهل
انت تحكم على نفسك سواء انت بدأت الاول او بدأت الاخر، ما تحكمش على نفسك. الخلاصة من الموضوع ده مش انت اللي بتحدد عملك ده صالح ولا لا، كل الامر بيد الله عز وجل، قل ان الامر كله لله. وكونك تبدا متاخر احسن من انك ما تبداش اصلا، اعمل اللي عليك وابدا حتى لو الوقت متاخر. وطبعا ناس كتيره جدا بتقول طب انا اعمل ايه، هبدا ماشي هبدا ازاي؟ البدايه ديت انت مثلا في مواد معينه انت في نقط معينه انت ضعيف فيها، حدد النقط ديت في ورقه وقلم وابدا ذاكر النقط ديت وابدا حل امتحانات على المواد ديت. لو انت في حاجات معرفتهاش وانت بتحل امتحانات ارجع شوف النقطه دي وذاكرها. انت ادرى برضو بالنقط اللي انت ضعيف فيها حاول تراجعها، ولو في ماده انت اصلا مش فاتحها خالص طبعا لازم تظبط جدول تقسم الماده ديت. لو هي مثلا 7 ابواب بيبقى 7 ايام كل يوم باب وتخلص وتحل امتحانات برضو. وان شاء الله الوقت لسه فاضل قدامنا حوالي اكتر من 3 اسابيع، فال3 اسابيع دول انت ممكن تعمل فيهم حاجات كتيره جدا فعليا لو نظمت وقتك وحددت انت محتاج تعمل ايه. ناس بقى هي عارفه ان الوقت قرب وان المذاكره المفروض تتعمل، بس هو بيقول طب انا اذاكر ليه اصلا، يعني مش فارقه بقى كل محصل بعده. الشخص ده ما عندوش دافع. لازم يكون عندك دوافع، والدوافع دي يا اما هتكون دوافع خارجيه من كلام الناس اللي حواليك اللي بتشجعك او بتدفعك للامام، او حد هيجيب لك هديه لما تنجح وتخش كل اللي انت عاوزها، يا اما بتكون دوافع داخليه نابع من جواك انت. الدوافع دي علشان ترضي اهلك، ترضي ربك، تفيد مجتمعك، تبقى انا شخص مثلا يعني شخص مهم في المجتمع، تجيب في فلوس، اي دافع من جواك اخلقه جواك اعمله جواك علشان يديك دافع للامام ان انت تتحرك. حط دافع من جواك وابدا اشتغل من دلوقتي، قدامك فتره تعمل فيها حاجات كتير. طب عايزين شويه نصايح عمليه فعلا تكون في الصميم. اول نصيحه ان التوتر والمذاكره دونت ميكس. لو انت مذاكر 100% ومتوتر النتيجه بتاعت المذاكره دي هتبقى 20% باقصى حد، لكن لو انت مذاكر 80% ومش متوتر هتفتكر 80% كلهم. اوعى تتوتر وانت بتذاكر، او اوعى تتوتر وانت في فتره الامتحانات، واعرف ان رزقك هتاخده. لو عاوز تشرب حاجه سخنه اشرب ينسون، نعناع، حلبه، الحاجات اللي زي كده اللي بتهدي الاعصاب. ما تشربش شاي ولا قهوه ولا نسكافيه ولا الحاجات اللي زي كده. ما تسمعش اغاني وانت بتذاكر. تاني، ما تسمعش اغاني وانت بتذاكر. تالت، ما تسمعش اغاني وانت بتذاكر. لو عاوز تسمع حاجه وانت بتذاكر صوت حواليك، اسمع صوت نفسك، اتكلم بصوت عالي، اشرح لنفسك زي ما قلنا قبل كده، لان انت لما تستخدم 3 حواس زي ما قلنا احسن ما تستخدم حاسة واحدة، او احسن مما تذاكر وانت بعينيك بس. لما تسمع صوتك وانت بتذاكر هتستخدم اكتر من حاسة، وده هيساعدك ان انت تفتكر. وتاني، ما تسمعش اغاني وانت بتذاكر. المواد اللي عندك انت عارفها كويس جدا، حدد لكل مادة وقت يكفيها لحد قبل امتحان العربي. حدد النقط الضعيفة اللي انت فيها وبرضه ارجع لها تاني وذاكرها كويس جدا، انت اضرب نفسك. ما تخليش اسبوع يعدي عليك الا وانت فاتح كل المواد او مراجع عليها او حلل عليها امتحان، وافتكر انت لسه قدامك وقت، قدامك حوالي 3 اسابيع وتعمل فيهم حاجات كتيره جدا. اكيد بتضيع وقت في حاجات كتيره، هات ورقه وقلم واكتب انت بتضيع وقتك في ايه، فيسبوك، تويتر، الموبايل، عمل الشاي، القهوه، كل الكلام ده حاول تقلل منه، لان انت ادرى ايه اللي بيضيع وقتك منك. الوقت عندك بالنسبه لك الفتره دي ثمين جدا. تقرب الى الله مهما كنت بعيد، تقرب الى الله مهما كنت بعيد. اوعى تسمع كلام نفسك من جوه بتقولك انت هتيجي تروح لربنا لما تكون محتاج بس. ايوه، مش عيب ان انت تكون محتاج ربنا وتروح له، العيب ان انت بعد ما الموضوع بتاعك ده او الحاجه بتاعتك تنتهي تبعد عنه. ما تترددش انت ترجع لربنا، او تبدا تصلي، او تبدا تزكي، او تتصدق، او تذكر ربنا كتير. قرب لربنا، انت محتاج ربنا جدا الفتره دي. اوعى تتكسف تروح له وانت محتاج له، العيب ان انت تمشي بعد ما الحاجه تخلص. ذاكر في مكان اضاءته كويسه، ذاكر في مكان تهويه بتاعته كويسه، ما تذاكرش وانت جنب السرير. لو انت هتذاكر في اوضه فيها سرير خلي السرير ده وراك مش قدامك، لان انت كل ما هتبص تفتكر انت عاوز تنام. ما تقارنش نفسك باي حد، باي حد حرفيا، لا الناس اللي تحتيك ولا الناس اللي فوقيك، انت انت، خليك في نفسك بس. ما تبصش لكلام اي حد سلبي، لو حد قالك انت ما تقدرش قول له مالكش دعوه، انت هتبدا دلوقتي، ده الوقت ضاع، لا مفيش حاجه، ابدا دلوقتي احسن ما تبداش خالص. كونك تعمل حاجه احسن من انك ما تعملش. ذاكر عشان ترضى زي ما قلنا. النوم مهم جدا جدا جدا، بس ما تنامش 16 ساعه، النوم من 6 ل 8 ساعات. ولو انت حاسس ان النوم ده هيلخبط لك جدول المذاكره حاول تقسمه، يعني مثلا خد 4 ساعات قبل الفجر مثلا بنص ساعه، وقوم صلي ركعتين، وابدا صلي من بعد الفجر لحد الظهر، وبعد كده خد لك ساعتين كمان يبقى كده 6، وفي وسط اليوم خد لك كمان ساعه او ساعه ونص. قسم وقت النوم بتاعك، بس لازم تاخد نوم كفايه. ادعي دايما ان ربنا يوفقك، ادعي ان ربنا يوفقك، ادعي بالتوفيق. محدش يدعي ويقول ان الامتحان يا رب يجي سهل، لان الامتحان ممكن يجي سهل وانت تنسى. ادعي ان ربنا يوفقك للخير ويحقق لك حلمك. وفي النهاية حابين نقول ان التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى اجمل من اي حاجة في الحياة. كان في شخص ما كان عايز يخش كلية الطب وفرقت معاه على درجتين، ودخل معهد العلوم ساعتها،
والمعهد ده كان بيطلع مدرسين، ولما دخل المعهد لقى ان الناس فيه عامله مظاهره وبتطالب ان هم يكونوا زي كليه علوم القاهره ويطلعوا ياخدوا بكالوريوس. وساعتها طه حسين كان وزير المعارف ساعتها او وزير التعليم، وقرر ان هو يجمع كل المعاهد دي ويخليها في معهد عين شمس او كليه علوم عين شمس. وساعتها الناس اللي اتخرجت من المعهد ده او الكليه ديت بقوا معاهم بكالوريوس، درس في الجامعه واتخرج وبقى معيد في كليه علوم جامعه عين شمس. الموضوع ما وقفش عند كده، الشخص ده كان متفق مع زميله ان هم يقابلوا ويخرجوا مع بعض. زميله طبعا بيتاخر كالعاده، طلع عنده قعد لان في جريده فيها بروفيسور امريكي بيعرض منحه لاتنين مصريين ان هم يدرسوا هناك الدكتوراه، والشروط كانت مطابقه على الشخص ده. وراح فعلا ودرس هناك المنحه وكمل ابحاثه في الكيمياء، دكتور مصطفى السيد. وتمشي الايام وتعدي وتصاب زوجته بالسرطان وتتوفى او تموت. ويبدا هو يعمل ابحاثه عن في النانو تكنولوجي، ان هو ازاي يخترع علاج للسرطان باستخدام الذهب. لما يكون الذهب حجمه صغير جدا ويخش في خلايا الجسم بيلتصق بالخلايا السرطانيه، ولو الذهب الصغير جدا ده اتعرض للضوء بيشع حراره او بيطلع حراره كبيره جدا بتقتل الخلايا السرطانيه دون الخلايا العاديه. قصة دكتور مصطفى السيد بتعرفك ان توفيق ربنا اهم من اي حاجة، وازاي ان في اوقات كتيرة جدا بنحس ان احنا ما حققناش اللي احنا عاوزينه، لكن توفيق ربنا بيكون موجود معانا. وفي النهاية ادعي ان ربنا يوفقك، ربنا معاكم كلكم، اعمل اللي عليك، انت بتقدر تعمل حاجات كتيرة جدا، انت جواك امكانيات لازم تطلعها، ابدأ. وحتى لو بدايتك متأخرة مفيش مشكلة، احسن من ما تكونش بدأت خالص. واتمنى طبعا الفيديو ده يكون افادكم باي حاجة حتى لو كانت بسيطة، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم وانتم محققين اهدافكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.